الله يا ذيك الليالي يوم كنا. طبعا انا كنت في واحد من جيراننا مهندس في الحرس الوطني. أيوة. وعرض علي الوظيفة. قال لي يا خالد عندنا وظيفة شاغرة في المكتبة الثالثة. وأنا متخرج من الثانوي أقل. أيوة. شيء رابعة يعني. فما يعني استخرت ولا رحت. رحت أنا كنت رحت الحكومة السعودية أقدم على. أيوة. وظيفة. آه. وكنت نقدم على واحد كان مدير المنطقة الوسطى اللي هو الله يغفر له ويرحمه الأستاذ عيد الكلابي. جيته يوم أربعة كان هو مسافر لجدة. فقالوا لي تعال السبت. وأنا راجع يا أبو سعد تذكرت واحد من أقاربي موظف في مؤسسة النقد العربي السعودي. دخلت سلمت عليه تقهويت عنده وقال وما تقدم لأنه على النقد على الوظيفة ليه ما. أيه. تقدم. قلت ما يمنع وش اللي يمنع؟ يعني كان عندك ثلاث خيارات. الحرس والخطوط السعودية والنقد. نعم. أيوة اخترت النقد. النقد لما قدمت معروض مدير إدارة شؤون الموظفين واذكر المدير اسمه يوسف إبراهيم بكر. أذكره فأبدا والله ما أخذت يا أبو سعد أكثر من نص ساعة إلا استدعوني ما شاء الله وسووا الاختبار مبدئي علشان روتيني طبعا. مثل عواصم أو عملات بما. طيب هذا كم كان الراتب كم وصل؟ طبعا أنا دخلت الوظيفة 4/11/1401 وكان راتب أول شهر 2655 ريال. ممتاز. وبعدها بشهرين زاد الراتب لأنه في العلاوة السنوية. حلو. إيه. 175 ريال. فكانت يعني 2825. تمام.